حجينا الله يسعدك. شلونك عمو؟ يعني ترى لا الاسعار منطقيه ولا الوضع منطقي. هسه احد الناس هنا المواطنين راد يسوق كيلو طماطم ب 1000 ونص. لا بالسوق بالسوق. اي انا هسه التشتري ما عندي بيتي لا طماطم ولا بيتي. الله اكبر. حسين ابو عبد الله. الله اكبر. ان شاء الله شلون؟ هسه اذا عملك ب 1000 ونص كيلو خيار ب 1000 ونص. ان شاء الله شلون؟ كيلو بتيته ب 1000 ونص. وهاي الناس جاي تشتري؟ العدة يشتري عمي. العدة ما له شغلة بالمعدة. شلون راح تفطر العالم؟ هاي طبنا مرة. لا محشوم. انا عندي رعاية هسه اكلت في خدمة مالت الله والرعاية. قبل الرعاية انا شعبان ورجب صايد ما اكل مثل اكل الناس هاي الاوادم. ليش؟ ما عندي عايش على الرعاية لما تجي الرعاية عود اكل. قد الرعاية 170؟ 250. كل شهر؟ ايه. وين تكفي يا حاج؟ ان شاء الله شلون؟ غير كيلو ب 1000 ونص يعني ما تمشي سبع ايام. عايش اكو بلد النهرين بلد الخيرين بشرفك يعيش على رعايه. غيرنا وغيرنا. انت ما وين صايره؟ يجوز حاج انت اليوم ماخذ رعايه. صايره بلد الولد. الولد وغيره ناس صار لها سنوات تركض على الرعايه ما محصله شيء. يا خالي. شلون المواطن يذل الذل يحب الحلف. عمري وما محصله. يعني بلد خيرات. عبك وبختك انا عايش على الرعايه وعندي عائله زين. هاي وين صايره؟ وين النفط؟ وين خيرات العراق؟ زين.